بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك تحية مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما أحيي إخواني القائمين بهذا البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم معنا في إخراج هذا البرنامج المخرج الذي من شأنه أن يكون نافعا منتفعا به إن شاء الله. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. اللهم آمين، جزاك الله خير يا شيخ. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05 01 78 55 36. بداية بارك الله فيكم معالي الشيخ عبد الله، هذا يقول: أثناء قراءة الإمام الآيات التي فيها دعاء كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكقوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وغيرها من الآيات، هل يجوز قول آمين؟ أيضا بارك الله فيكم وأثابكم الله، من الأسئلة في هذه الحلقة: ذهبت إلى جدة في مهمة عمل، وتم تمديد فترة العمل، وأرغب أداء العمرة عني وعن جدتي المتوفاة، من أين أحرم؟ تفضل يا شيخ. السؤال الأول عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين. وأرنا الباطل باطلا وجنبنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الإجابة على سؤال الأخ الكريم، نعم، فيما يتعلق ربنا لا تؤاخذنا، نعم، فيما يتعلق بالآيات التي في كتاب الله وفيها دعاء أو فيها الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها استفهامات إنكارية، نعم، مثل قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، نعم، ونحو ذلك، هل يجوز أن يتجاوب المصلي مع هذه الدعوات التي هي في الواقع قرأت من القرآن لا على أساس أنها دعاء، وإنما على أساس أنها آيات من كتاب الله؟ فالجواب على هذا: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى عند قراءته آيات الرحمة، يدعوه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما يدعو ربه إذا جاءت آيات 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 تحذير وترهيب، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يحميه من آثار هذه الآيات ونحو ذلك. فعلى كل حال، فمن كان متوسعا في القياس، نعم، يقول لا بأس بذلك، وكل ما جاء ما فيه دعاء، نعم، أو نحو ذلك، فيمكن أن يسأل الله سبحانه وتعالى متجاوبا مع وقوفه وتدبره لهذه الآيات التي يتلوها الإمام وهو يسمعها ويتجاوب معها.
فلا بأس بذلك. وبعض أهل العلم يقول لا يجوز لنا إلا أن نقف حيث ورد النص، فإذا لم يرد نص فيجب علينا أن نحتاط وألا نأتي بشيء من عندنا، لا سيما وبعض أهل العلم يقولون لا قياس مع نص. وبناء على هذا فما جاء عن رسول الله فيما يتعلق بسؤاله رحمة الله عند مجيء آيات فيها رحمة الله سبحانه وتعالى والحديث عنها وعن ساعتها، أو آيات تتحدث عن النار وعذاب الله وعقابه وما في ذلك من عذاب عظيم وأليم ومهين، لا شك كذلك أن هذا كله هو في الواقع على كل حال مما يمكن أن يكون من جنس ما يدعو به صلى الله عليه وسلم. وأما أن نوسع دائرة هذا الاتجاه كل ما جاءنا نقول مثلا آمين، أو على كل حال نكرر الدعاء مع الإمام أو نحو ذلك، فهذا ينبغي لنا كذلك أن نأخذ بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون. فأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، جزاك الله خير. فهذا في الواقع على كل حال هو الذي ينبغي كذلك. ولكن النفس في بعض الأحوال يعني تشتاق وتتجه إلى أن تسأل الله، مثلا إذا قال ليس الله بأحكم الحاكمين، مجموعة من أهل العلم يقولون بلى وربي إنك أنت أحكم الحاكمين، وهكذا في كل استفهامات إنكارية أو تقريرية، فيعني فهذا نوع من التفاهم. لكن إنما الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما في القرآن من إجمال والمفصل لذلك، فعلى كل فهو صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما يجب علينا أن نسلكه وما يجب علينا أن نقف دونه. فهذا من الأمور التعبدية التي ينبغي لنا في الواقع أن يكون لنا المزيد من الاحتياط في ذلك. نعم، سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول ذهبت إلى جدة في مهمة عمل وتم تمديد فترة العمل وأرغب أداء العمرة عني وعن جدتي من أين أحرم؟ أبدا يحرم من جدة، لكن إنما يريد عمرة عن أمه وعن أبيه وعن كذا، إنما يعني كونه يكرر العمر لا بأس بذلك. وأما أن تكون عمرة واحدة لأمه ولأبيه وله ونحو ذلك فهذا ما تكون العمرة إلا لواحد فقط. لكن ممكن أن نقول بأن العمرة يقوم بها واحد وهو الذي كذلك يتولى القيام بأعمالها وما يتعلق بذلك، وإذا انتهى منها إذا قال اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لي ولوالدي ولإخواني أو أقربائي أو من أراد أن يشركه في ثوابها، فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز. وهذا لا يعني أنني وضعت أو أنني أشركت في هذه العمرة أو في عمل هذه العمرة غيري، وإنما أشركت غيري في ثواب هذه العمرة. نعم. وأنا القائم بها والمنفرد بأعمالها والله أعلم. أحسن الله إليكم. معنا اتصالين يا شيخ. الاتصال الأول أم محمود من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالسؤال. أنا بسأل عن الجوارب، إذا لبست الجوارب على طهارة ونمت بعدين صحيت من النوم هل أتوضأ ولا لا؟ أقلع الجوارب ولا لا؟ طيب والسؤال. طيب شكرا لك. معنا اتصال آخر. نعم تفضلي دلع. يا هلا والله، تفضلي بالسؤال. الله يسعدك. أنا أم عمها. أم إيش؟ أعيدي.
رضعت وأصحابي الكبير. أم رضعت؟ رضعت كبير. الكبير كم عمره؟ أكبر. كم؟ 20 سنة. الكبير أم رضعت كبير عمره 20 سنة. نعم. أيوة. أمه رضعت أخوي الصغير. رضعت هو صغير. طيب وها؟ أمي أمه رضعت أخوي. أيوة. يحل عليه ولا لا؟ يحل له يا شيخ ولا لا؟ الصغير الصغير كم عمره؟ 20 سنة نفس عمره. وأنت وش تقربين له أنت؟ أنا أخته الكبير. واضح يا شيخ سؤال؟ الحين إن شاء الله نجاوب. طيب شكرا لك. طيب نرجع لأم محمود، سألت عن الطهارة بارك الله فيكم، تقول أنها يعني إذا لبست جواربها وعلى طهارة وصلت ونامت وبعدين قامت، هل تفسخها مرة ثانية وتلبسها من جديد أم يستمر معها، تستمر الجوارب حتى مثلا يوم كامل؟ يعني هي أول ما هي تقصد بالجوارب، جوارب الرجلين الشراب، نعم جوارب. أي نعم. فعلى كل حال هذه حكمها حكم الخفين، والخفان لي على كل حال يعني للابسهما أن يمسح عليهما أول ما هنا لابد أن يلبسهما على طهارة، هذا شيء واحد. الأمر الثاني أن له أن يمسح عليهما من بدء المسح إلى مدة 24 ساعة، وهو له الحق أن كل ما توضأ يمسح عليهما. فبناء على هذا فنقول للأخت لا بأس أنك تلبسين في أول الليل، وإذا جاء وضوء الفجر وكذا تمسحين عليه، لا بأس بذلك طالما أنك لبستي هذين الخفين على طهارة. نعم. شيخ عبد الله قبل الفاصل كنا توقفنا عن باقي سؤال، ما هو الرضاع الناشر للحرمة أي التحريم؟ الرضاع الناشر للحرمة هو أن يرضع الطفل من المرأة وعمره أقل أو بلغ 4 سنتين فما كان أقل، يعني بمعنى أن رضاع الكبير لا يعتبر، والكبير متى يكون كبيرا؟ إذا تجاوز السنة الثانية من ولادته، يعني بدأ في السنة الثالثة اعتبر كبيرا إلى أن يموت. إلى أبو 20. طيب نعم نفس الشيء. لا شك أن أبو 20 وأبو 10 سنوات وأبو 3 سنوات وابو 4 سنوات كل هذا في الواقع يعتبر كبير. جميل. فالرضاع الكبير لا يعتبر، وإنما الرضاع الناشل للحرمة هو أن يكون في الحولين وأن يكون 5 رضعات فأكثر. لا بد من التأكد في ذلك، فإذا حصل شك في عدد الرضعات فلا يعتبر، وإذا حصل رضاع لكبير فلا يعتبر، وإذا حصل رضاع أقل من 5 رضعات فلا يعتبر. فإذا لابد للرضاع أو للراضع أن يكون رضاعه 5 رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا تم ذلك صار حكمه حكم غيره من المحارم، من وينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالراضع هو رضاعه يجعله كالأبناء والأعمام والخوال وأبناء ويعني ونحو ذلك، وتطبيق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا في الواقع على كل حال هو إجمالي أحكام الرضاع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. ونستقبل هذا الاتصال، أبو سلطان من الرياض تفضل. الله
يزيد فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم بالخير. عندي استفسار بس إذا يسمح لنا الشيخ ومن وقته. اسمعك الشيخ تفضل. أنا شريت الأرض قبل فترة وحطيتها باسم أختي. باسم أختك؟ نعم نعم. وكتب الله وبعتها قبل فترة. كان البيع طال عمرك عن طريق ثلاث مكاتب. المكتب الثالث متواصل معي شخصيا أنا، وعلم المكاتب الاثنين اللي جايبين الزبون أن السعي مقسوم على أربعة، اللي هو أنا وكيل على الأرض طبعا. فهل السعي حلال ولا حرام؟ طيب الأرض لي أنا شخصيا، أنا شريها بحر مالي بس إني حاطها باسم أختي لظروف ما. ها شيخ واضح؟ يقول يا شيخ أنه اشترى أرض باسم أخته، وأنه يعني عندما أراد أن يبيعها أعطاها أكثر من مكتب عقاري، وهو من هل يعني بالنسبة للسعي، يسأل عن السعي، هل له نصيب منها هو إذا باعها بعد؟ هو إذا كانت الأرض ليست له. لا هي له. ها؟ له الأرض. لا إذا كانت له فكيف؟ بس باسم أخته، باسم أخته حاطها. هي هذا اسم أخته بس ما هو في الواقع دفع إلا لتحيل اللي على كل حال، إما لتسجيل أو نحو ذلك أو فرار من ضريبة أو شيء من هذا يعني. وإلا ليس حقيقة أن الأرض لأخته، هذا يعني حسب ما سمعنا من سؤاله. ليس حقيقة أن الأرض لأخته وإنما هي له، فإذا باعها وأخذ عليها خدمة فهو في الواقع يخدم نفسه. نعم. والسعي ما هو في الواقع إلا في مقابلة سعي، في مقابلة خدمة يقدمها أحد الناس إلى إرادتين مختلفين، إرادة بائع وإرادة مشتري. فهذا في الواقع على كل حال هو أحد طرفي عقد البيع. فبناء على هذا فكونه يأخذ خدمة على أي شيء، هو في الواقع اشترى من هذا الذي أو باع الأرض الذي عنده. بناء على هذا فلا يظهر لي جواز أن يأخذ خدمة، لأنه يخدم نفسه، وجميع المتعاملين في البيع والشراء لهم. البائع يخدم نفسه في بيعه ما باعه، والمشتري يخدم نفسه في شرائه ما اشترى، والوسيط بينهما. أما إذا كان بينهما وسيط فالوسيط هو المقرب بين إرادتين لتمام الصفقة، السعي يسمى. نعم. فله حق الخدمة التي كانت سببا من أسباب توافق الإرادتين في تمام الصفقة. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، هذا السائل يقول يا شيخ أكملت مناسك الحج ما عدا طواف الوداع، وأرغب أداء عمرة عن والدي. سؤالي، هل يجوز جمع طواف العمرة مع طواف الوداع؟ سؤاله الآخر بارك الله فيكم يا شيخ يقول أقيم في مكة المكرمة، فما حكم طواف الوداع في حقي؟ نعود للسؤال الأول. السؤال الأول فيما يتعلق بسؤاله، هل يجوز حينما انتهيت من الحج أي نعم وأقمت بعمرة؟ أحسنت. والعمرة الآن عمرة مستقلة من أعمالها الطواف والسعي. صحيح. وتم طوافي وسعي وأنا الآن أريد أن أغادر مكة وعلي طواف الوداع، فهل طواف العمرة يكفيني عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، يكفيه عن طواف الوداع. وكذلك لو كان بقي عليه طواف الحج ما طافه إلا بعد أن انتهى من أعمال الحج من مبيت بمنى ورمي جمار وإلى آخره، وفي نفس الأمر بقي عليه الطواف، وهو يريد أن يطوف ويسافر، فهل يكرر الطواف بمعنى أنه يأتي بطواف حج ثم يأتي بطواف الوداع؟ نقول يكفيه طواف الحج عن طواف الوداع إذا كان عازما على السفر بمجرد انتهائه
من طواف من طواف الحج. حتى وان كانت العمره لوالده؟ حتى ولو كانت العمره لله. هو صار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا اخر عهدكم بالبيت. نعم. وقد جعل اخر عهده بالبيت فله حق في ذلك، وتكفي ويكفي طواف العمره عن طواف الوداع الواجب عليه المقيم يعني في مكه المكرمه. لانه وهذا لا يعني بان العمره طوافها واجب، هذا محل خلاف. وقد يعني وقد اتجه مجموعه من اهل العلم على ان العمره ليس من واجباتها الطواف كما هو واجب في طواف الوداع، اقصد كما هو واجب في من واجبات الحج. وانما على كل حال طالما انه الان تم منه طواف العمره، أول ما هنا تم منه طواف الحج وانتهى منه. نعم. فهو الآن يسأل عن طواف العمرة. صحيح. هل طواف العمرة يكفيه عن طواف الحج الباقي عليه؟ نقول نعم، لا بأس بذلك. نعم، سنعود إن شاء الله للسؤال الآخر، ولكن معنا اتصال يا شيخ. معنا اتصال لطيفة من مكة المكرمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أنت أيوة. السؤال الأول، هل أبويا يجوز بناتي أسلف يسلمون عليه؟ مو بواضح السؤال. خال أبويا. ها؟ خال أبويا. إيه. يسلمون عليه بناتي؟ أخوال. خال أبوك. خال أبوك ها؟ أيوة. تقول خال أبوها يسلمون على إخوانها؟ أو يسلمون عليها؟ أو يسلمون عليك أنتي؟ بناتي. على بناتها يا شيخ. وعلى بناتك. وعلى بناتك. يقول الشيخ اي نعم. السؤال الثاني يجوز؟ اي نعم يجوز. هو خال لها ولبناتها وبنات بناتها. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني عمتي متوفية قبل شهرين، هل يجوز بناتها يصومون شهرين كاملة وتريد واحدة تصوم؟ عمتها متوفية وعليها صيام شهرين، هل يجوز للبنات أن تصوم إحدى شهر وذي الشهر؟ وكيف الطريقة؟ يجوز سواء كانوا بنات أو كان صديقات أو كان يعني لا يلزم أن تكون القائمة بالصيام. نعم. عن الميت لا يلزم أن تكون قريبتها ولا كذا. إن كانت قريبتها فالحمد لله فلها أجر مضاعف، وإن كانت صديقتي لها أو معرفتي لها أو نحو ذلك فلها كذلك أجر ذلك. نعم. يقول أقيم في مكة المكرمة فما حكم طواف الوداع في حقي؟ إذا مجموعة من أهل العلم قالوا بأن طواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، وبناء على هذا فإذا سافر تعين عليه أن يطوف طواف الوداع. وأما إذا بقي في مكة فبقى في مكة ما يكون الوداع إلا لسفر. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. أنا كذلك أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، وأسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.